كنت من بين أيضا الأشياء اللي نحكيو عليها في ديمانش بلوس هو التظاهرات اللي عندها علاقة بالتراث والإبداع، واليوم نحكيو على الفن التشكيلي، الفن التشكيلي اللي موجود في الموقع الأثري بكركوين. معنا مدام فوزية بن زهرة وهي المتفقدة الجهوية للتراث بالشمال الشرقي، وأيضا مدام منيل المجيد المحافظة على موقع كركوين الأثري. مرحبا بكم على راديو ميد، مرحبا بك مدام. يعيشك بارك الله فيك. إن شاء الله احنا اليوم عندنا تظاهرة ثقافية بالموقع والمتحف الأثري دي كركوين. التظاهرة هذه هي أعدت معناها مسبقا في إطار شهر التراث، خاطر السنة هذه شهر رمضان تزامن معناها مع شهر التراث، وكانت التظاهرة هذه بالتشارك مع ودادية وأعوان موظفي المعهد الوطني للتراث وجمعية إينار للفنانين التشكيليين بالحمامات وأصدقائهم. تظاهرة هذه تخللها برشا ورشات مستوحاة من الحضارة البنية التي تميز الموقع الأثري بكركوين، وذلك بحضور فنانين تشكيليين من رموز الجهة. كان ناخذوا فكرة مثلا على لي تابلو اللي موجودين مثلا شو هال وكانوا الفنانين التشكيليين هذوما قاموا بورشات في الفن التشكيلي. البرنامج الكلها باش قدمه لك بالتفصيل محافظة الموقع مدام منيل المجيد. مدام منيل مرحبا بيك. مساء الخير. مساء النور، مرحبا مدام منيل. دونك حبينا ناخذوا الغلاف وناخذوا فكره زاد على لي تابلو اللي قاعدين يترسموا حاليا، شو لي تيم اللي موجودين مثلا، شو الفنون التشكيليه الموجوده. حبينا تعطينا فكره اوضح وفكره شامله على الاعمال الفنيه اللي قاعدين يقوموا بها. شكرا لك وشكرا على متابعتكم لهذه التظاهرة الثقافية لتابلو اللي خدموهم فنانين المبدعين رموز الجهة متاعنا، مستوحاة من مكونات الموقع الأثري بكركوين المدينة البنية، من القطاع الأثرية المعروضة بالمتحف الأثري، كل الحرف التقليدية اللي موجودة في المدينة لها صلة بالمعمار، كما صناعة الأرجوان، صباغة الأرجوان، المشوغ، البلور، خدموا على الخزف، على الفسيكساء، هذو ما الورشات الحية، وعملوا صور الفوتوغرافية للمدينة كذلك. نسمع فيك مدام. يعيشك. طبعا اللي شاركوا معانا هما رموز الفن التشكيلي بالجهة وشباب جمعية إنار بالحمامات. اليوم كي نحكيو على الموقع الأثري بكركوين، وبما أنك معناها يهمك هذا جدا، ودايور أنت معناها مسؤولة على المحافظة على الموقع هذا من موقعك، دونك اليوم كي نحكيو على كركوين اليوم صحيح ثم تظاهرة تراث وإبداع وفن تشكيلي، ولكن شنو يضم اليوم موقع كركوين بالنسبة للمستمعين اللي يحبوا يعملوا زيارة على الموقع هذا؟ شنو يصنع فيهم عندكم؟ شنو موجود؟ يستنى فيهم برشا تعريف، برشا تعريف بالموقع متاعنا للصغار. احنا اليوم خصيصا خصصناه للفنانين والشباب اللي يقراوا في البوزاء. ان شاء الله احنا قمنا بتظاهرات قبل في مع الصغيرات المدارس الابتدائيه والكشافه والجمعيات، جاءوا بحذينا وعرفناهم بالموقع وعملنا معهم الورشات وعرفناهم كل ما يهم الفترة البونية. دونك احنا ديما متواصلين في نفس النسق وباش نعرفوا بالموقع متاعنا. جيد. دونك اليوم كي نحكيو على موقع كركوين نحكيو على التاريخ، نحكيو على الاثار الموجوده فيه، نحكيو على المعالم، نحكيو على الاجيال اللي تعدت به، على الحرف. دونك هذوما من بين الاشياء اليوم اللي تسنى في زوار موقع كركوين.
أي تري بيان، احنا زيد من موقعنا نتمنى لكم التوفيق، نتمنى لكم ان شاء الله النجاح في مثل هذه التظاهرات و لي رونديفو هذوما كولتوريل اون جينيرال، وان شاء الله القادم افضل. تحيه ليك مدام منال، وتحيه زيد لمدام فوزيه. تفضل. طبعا نشكر السيد فوزي محفوظ مدير العام المعهد الوطني للتراث اللي شجعنا ويدعمنا في كل التظاهرات الثقافيه اللي نظموها بالموقع، وطبعا ودادية عوين وموظفي المعهد الوطني للتراث اللي تمول لنا هذه التظاهرات، طبعا رئيسة جمعية إنار بالحمامات مدام دليل طنقور حرم بوسليمة، السيد مدير دائرة التنمية المتحفية سيلوتفي بوشيت، والسيدة المتفقدة الجهوية بتراث الشمال الشرقي فوزية بن زهرة، وكل العاملين بالموقع والمتحف اللي ديما يساندونا وديما يعاونونا في خدمة التراث، وطبعا الفنانين اللي حضروا معانا الكل والشباب اللي ساهموا كانت مساهمتهم فعاله لانجاح هذه التظاهره. يعطيكم الصحه. العفو، شكرا لكم. دونك يعطيك الصحه مدام، بالتوفيق ليك وللاطار العام الكل معاك. احنا بيان سور مستمعينا اذا عندكم ان بون بلان بالنسبه للويكاند الجاي بوتيتر مع طقس مزيان كيما هكا، نقترحوا عليكم تعملوا طلعه على الموقع الاثري بكركوين وين تلقاو اون ايكيب بروفيسيونيل غادي كتنجم زاد توجهكم وتعطيكم فكره على التاريخ وعلى الحضارات وعلى الحرف اللي موجوده في الموقع الاثري بكركوين، جوستمون تشجيعا للسياحه الداخليه. هذوما من بين الاشياء اليوم اللي نجموا نزوروهم، نجموا ناخذوا فكره عليهم، نجموا نكتشفوا المعالم اللي موجوده في بلادنا. قبل شوي حكينا على سليمان، توا حكينا على كركوين والعديد من المناطق والمواقع الاثريه الاخرى اللي تنجم تكون مهمه في بلادنا، واكتشافها مهم جدا، وخاصه زاد حتى الصغار. كانت تحكي قبيله مدام منال عطتنا فكره، قالت ثم ورشات حتى الصغار باش هما بيدهم ياخذوا فكره على التاريخ وياخذوا فكره على الاثار والمعالم التاريخيه. نرجع لكم شويه اخر من سليمان كركوين باش نحكيوا على